اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده المطبخ معانا بساطه سهوله مرونه. معانا صدور فراخ ومعانا حبايه اناناس. انا بجيب المشتريات بتاعتي، بحب دايما اروح عند بتاع الخضار استمتع بنعم ربنا علينا من خير ارضنا، فواكه لطيفه، يستفند، برتقال، غاوي اشتري الحاجه بنفسي. فشفت الاناناس في عز جماله ودلعه، فجبت حبايه اناناس ممكن يكون سعرها دي تعمل 50 60 جنيه، بس لطيفه وحلوه. الاناناس مفيد جدا، فيتامين سي ومعادن وقيمه غذائيه عاليه جدا، وحاجه مش موجوده دايما. حابب النهارده اعمل مزيج ما بين صدور الفراخ مع الاناناس، لها فكره هشوف نعملها مع بعض ازاي. الطبق ده مشهور في بعض المطاعم ولكن بيكون سعره غالي. معانا كمان محاشي النهارده مشكله، بس المحشي النهارده بتاعنا مش ورق عنب ولا كرنب. معانا كوسه وبتنجان اللي هو اليالنجي من المطبخ السوري او المطبخ الشامي، يعني المحاشي اللي هي بالزيت بتتحشي بقدونس ورز، دبس الرمان في ليفر، وبيبقى طعمها لطيف. زيت الزيتون هنا ودبس الرمان بيكون مسيطر على الطعم. معانا سلطه بتعالج الانيميا لمشاكل الانيميا، بما كمان ان احنا يعني محتاجين ندعم ولادنا. سلطه البرجر بالذره، هشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. مش عايز اطول حضراتكم، تفاصيل كتيره في الحلقه وافكار بسيطه وسهله ومطبخ متجدد. تعالوا نعملها مع بعض بسرعه عشان وقتنا خلص. معانا ذره حلوه، معانا برجر مسلوق غسلناه كويس، شيلنا الرمله اللي عليه، غسلناه سلقناه قشرناه، وبقدونس وعصير ليمون وزيت ليمون، وانا مش عايز احط فيها توم عشان دي الاولاد هياكلوا منها، ممكن مش بيحبوا التوم، مش اي حد بيحب التوم في السلطه ني، فنكتفي بزيت الزيتون وعصير الليمون. ولكن تعالي اعلمك تقطعي البنجر ازاي وتعملي السلطه لطيفه زي دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الذره الصفراء معانا اهي. السكريات بقى اللي موجوده في الذره الصفراء مع السكريات اللي موجوده في البنجر اكيد هيكون مزيج بهجه. البنجر بتاعنا مكان الاناناس عادي. خلي بالك. البرجر ده لغايه دلوقتي مش عارفين نحدد اقامته، هل هو من الفواكه؟ هل هو من انواع الخضار؟ زي الافوكاتو كده. حلو، التقطيعه دي بتعجبني قوي على فكره. بحبها في البرجر. تبقى له شخصيه كده. عكس ما اقطعه حتت صغيره. هاخده زي ما هو كده. حلوه الصورة دي معانا كده يا شباب؟ فلة. قطعي صوابع. تاني. بص. الله. الله. بنجر مفيد، يعالج انيميا، يكفي ان هو لونه لون الدم. السكريات اللي فيه سكريات آمنة. ولما بقول معلومة صحية مفيش مانع خدي بيها، استشيري طبيبك برضو يعني، بس انا بقول بالخبره الطهويه، وانا كده كده دارس تغذيه الحمد لله علشان اتمكن في شغلي. شايف البنجر متقطع ازاي؟ حلوه. طبعا ده مع عصير الليمون. عينيا. حاضر يا فندم. الخبر الوحش اللي مش بحب اسمعه دايما وانا شغال لما المخرج يقول لك وقتك خلص. والله العظيم انا اتمنى كده اقعد شغال لغايه لما الدنيا تليل والنار يطلع، والنار يطلع والدنيا تليل، وهكذا. بعشق المطبخ، بخش في البيت عندي في المطبخ في كل حاجه بكل حالاته. حلو قوي. جالنا دلوقتي خبر نفكر حضراتكم بيه ونذكركم بيه. احنا معانا كل يوم، يوم ايه يا استاذ رحاب؟ معلش. يوم الخميس من كل اسبوع بنقول معلومه غير معلومه واسرار المطبخ للاكلات اللي احنا عملناها.
اه بنشوفها على السوشيال ميديا. حلو قوي، نغرف السلطه دي بسرعه عشان وقتنا خلص وهيضربونا. الطبق ده حلو عجبني شكله، بحط زيت زيتون. الله، زيت الزيتون بيدي لمعه للبنجر، بما ان هو كمان لونه لامع. عصره ليمون بيدي مزازه الحمضيات مع البنجر. تحط ملح؟ لا. تحط سكر؟ لا. مش عايز اي حاجه خالص. هقلبه ونغرفه في الطبق ده كده. شوف المزيج بقى، مزيج لون الذره. يا ويلي، ايه هذا؟ صنع الله سبحانه وتعالى. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ نغرفها مع بعض بقى. يلا بينا. وهي نازله نازله بتقول اكلك منين يا بنجر. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اعملها في البيت، مش لازم تشتريها من بره. الله يرضى عليك، مش هتكلفك حاجه. انت لو اشتريت دول من بره هتدفع فوق مبلغ وقدره، ما خدتش منك وقت. واقفه في المطبخ بتعملي اي حاجه، حط البنجر على النار اتسلق، علبه الذره اشتريتيها وهتعملي احلى سلطه لاولادك. مطبخنا على شاشه القناه الاولى زي ما حضراتكم شايفين، في خبره طهويه حضراتكم تقولوا لنا، في معلومة غير معلومة بنشوفها كل يوم، في أفكار بسيطة وسهلة مع مرونة تعملي مطبخ لطيف وجميل متجدد. ده وارد يعني، نقول مع بعض رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.